بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه انا عايز اقول لكم سر، يعني احنا واحنا بنجهز الحلقات بتاعتنا، انتوا عارفين طبعا حضراتكم احنا بنطلع حد واربع، ما بقاش عندنا اي يعني مشكله خالص في اختيار الضيوف او وجود النجوم او الابطال، لان النادي الاهلي الحقيقه يعني مليان كنوز. انا بكلمكم بكل امانه، يعني احنا لما بنيجي نعد الحلقه احنا ما عندناش يعني مشكله خالص. احنا عندنا في النادي الاهلي زي ما قال كابتن محمود الخطيب في الحفل الاخير في التعاقد الثالث في حقوق الرعايه، كابتن محمود قال ان احنا عندنا 19 لعبه كبار وصغيرين وناشئين وناشئات، وكل يوم حرفيا اللي بقول لكم ده كل يوم في فعاليات، فانت عايز 24 ساعه فوق ال 24 ساعه عشان تغطيهم. النادي الاهلي الحقيقه منظومه كبيره وقلعه كبيره جدا. الحقيقه انا احنا كبرنامج محظوظين ان احنا بنغطي الالعاب الاخرى جوه النادي الاهلي، لان احنا يعني عندنا كنوز، كنوز بجد لا تقدر بثمن، ودول هم الذخيره الاساسيه لمنتخبات مصر. النادي الاهلي هو اكبر قلعه رياضيه بتمد المنتخبات بكل الكوادر، سواء مدربين، مديرين فنيين، لعيبه، كل شيء، كل شيء. فالحقيقه حبيت اشارك حضراتكم في الحقيقه في يعني مجهودنا وفكرتنا عن البرنامج. طيب هنروح لاخبارنا، اخبارنا في الاول مجموعه من الاخبار، النص الثاني فقره حواريه. فقرتنا النهارده ليها علاقة بفريق الشباب لكرة الماء. فريق الشباب لكرة الماء نجح الحمد لله انه يفوز ببطولة الدوري. طيب احنا كرة الماء دايما بنحط عليها سبوت، لان قلت لحضراتكم من اربع خمس سنين النادي الاهلي بذل مجهود كبير جدا وادى وقت وادى مجهود، طبعا بالتنسيق مع كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، والكابتن وليد عزت كمان رئيس جهاز كرة الماء. كان في طفره كبيره جدا، يمكن النادي الاهلي بعد ورجع بعد اربع سنين تاني على منصات التتويج. فاحنا اللعبه دي احنا عارفين حجم الجهد المبذول فيها. هيكون معانا الفريق اللي فاز منذ ايام ببطوله الدوري، هيكون معانا عمر اشرف وادهم احمد ومحمد وليد احسن حارس مرمى واحسن لاعب وكمان كابتن الفريق، وهيكون معانا الكابتن احمد الحفناوي. الحقيقه يعني ده كابتن احمد الحفناوي الاخصائي النفسي او المعد النفسي للفريق. طب هتقول لي يا كابتن انت في كتيبه كبيره جدا، دايما البرامج بتهتم بالمدير الفني والمدرب العام، طبعا ده وضع طبيعي وده حقهم، ولكن في كتيبه تانية شغاله. الاعداد النفسي ده مهم جدا جدا، ولما هتشوفوا في الحلقه هتلاقوا فيه جهد وتركيز وعمل دؤوب بيحصل من كابتن احمد عشان يجهز اللعيبه، عشان اللعيبه تقدر تخش في مود بطوله، ويقدر لا قدر الله حصل خساره او حاجه، يعني المعد النفسي دلوقتي بقى دوره زيه زي المعد البدني بالظبط بالظبط. فالنهارده هنحط حضراتكم في الصورة مع الجهد المبذول. ده النص الأول من فقرتنا الحوارية، أو هيبقى النص الثاني. النص الأول هيكون معانا نجمة من نجمات الكرة الطائرة المهاجرة، مش مهاجرة، هي مهاجرة مؤقتة إن شاء الله هي معانا، سهيلة وفيق. سهيلة من اللاعبات يعني ولاد النادي، نشأتها في النادي، جت عند الدرجة الأولى جالها فرصة تروح لإن سي دبل إي دوري الجامعات الأمريكي في أمريكا في الكرة الطائرة. طب حلو، كل ده حلو. الجميل انها مأديه اداء رائع الحقيقه وماشيه بشكل جيد. احنا بننتهز كل فرصه بتنزل فيها اجازه الى مصر ونعمل معاها حلقه. طب ليه؟ في الاربع خمس شهور الفواصل ما بين الحلقتين بتكون واخده مجموعه من الجوائز. ما شاء الله، يعني سفيره للنادي الاهلي، سفيره لمصر كلها، ناجحه بشكل كبير جدا، مأديه اداء كويس، وعندنا كمان لاعبات تانيين طبعا، بس يمكن سهيله اللي بتنزل بشكل مستمر وبتشارك مع الفريق كمان بشكل مستمر. فاحنا دايما بنحاول نكون معاها خطوه بخطوه. سهيله تكون معانا وهنتكلم عن كل شيء في الفتره اللي فاتت اربع خمس شهور والاربع خمس شهور الجايين ان شاء الله، لان غالبا دي هتكون اخر سنه ليها في الجامعات، ونعرف ايه اللي بعد كده، ايه اللي بعد كده عند سهيله. ده في الفقره الحواريه. نروح لاخبارنا. كره اليد الحقيقه اللي دايما بتتصدر اخبارنا، لان خلاص شئنا ما بينا هي اللعبه الشعبيه الثانيه بنتائج المنتخبات والانديه الدوليه طبعا مش المحليه. هنتكلم عن فريق كرة اليد، ما عندوش اشتراكات فريق كرة اليد في النادي الاهلي، ولكن لاعبتنا بتشارك مع المنتخب. المنتخب عنده ايه؟ عنده بطولة عالم الشهر الجاي، ففي في ماتشين بيتعملوا مع قطر، منتخب قطر الشقيق النهارده هو موجود في مصر بيعمل مباريتين، لان احنا في مجموعة وقطر في مجموعة، فما فيش اي ازمة ان احنا نلاعب بعض قبل انطلاق بطولة العالم. لعبنا اول مباراة امبارح ومنتخب مصر استطاع انه يفوز الحمد لله بنتيجة 21-18. ده النتيجه مع المنتخب القطري، بتبقى فرصه للفريقين ان هم يجربوا طبعا كل الجوانب الفنيه.
طيب خلينا نقول المباراه اتلعبت فين. المباراه اتلعبت في اتحاد الشرطه الرياضي بالدراسه، وعندنا نجوم الاهلي شاركوا في هذه المباراه وساهموا في الفوز: محسن رمضان، عبد الرحمن فيصل، ابراهيم المصري، احمد عادل، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، مهاب سعيد، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي، اسلام راضي، محمود عبد العزيز جده. دول مجموعه اللعيبه ال 11 لاعب النادي الاهلي كانوا مشاركين امبارح في المباراه. طب هنلعب مباراه ثانيه مع المنتخب القطري؟ ايوه هنلعب مباراه ثانيه بكره في نفس الملعب. وبالمناسبه المباراه امبارح حضرها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وحضرها كمان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور محمد الامين رئيس اللجنه المؤقته اللي بتدير الاتحاد المصري لكره اليد، واحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكره اليد، واعضاء الاتحاد المصري كلهم لكره اليد. هنا يبان لك قد ايه اهميه المباراه لما تلاقي وزير الشباب والرياضه ورئيس الاتحاد الدولي بيحضروا، ورئيس الاتحاد القطري ورئيس الاتحاد المصري، ضيوفنا موجودين. اهي دي الصوره، اهي يا جماعه الصوره. طبعا الحضور، مباراه مهمه، منتخب مصر اسم كبير، منتخب قطر عامل شغل كويس الحقيقه، رايح كاس العالم او بطوله العالم دي بشكل مختلف، فكان مهم جدا انه يبقى المباراه يحضرها طبعا جمع الكبير من كبار المسؤولين. خليني اقول لكم انه احنا بنقع في مجموعه، خليني اقول لكم مجموعتنا مين ومجموعه منتخب قطر مين. مجموعتنا كرواتيا، امريكا، المغرب. دي مجموعتنا طبعا، احنا مصر، كرواتيا، امريكا، المغرب. يعني مصر وكرواتيا باينه، يعني امريكا طبعا والمغرب مع كل الاحترام ليهم، ولكن مصر يمكن امريكا البطوله اللي فاتت ما جاتش، اللي كانت في مصر يعني كنا متابعين ان هم جايين وما جوش، فاشترك مكانه منتخب اخر، انما النهارده امريكا مشاركه. طيب قطر بتقع مع المانيا وصربيا والجزائر، مجموعتها صعبه، المانيا وصربيا والجزائر. فطبعا احنا اللي قصدي اقوله لكم انه البطوله او سكه قطر في المجموعه اصعب منا شويه، فكل التوفيق طبعا، ونتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى لمنتخبنا كل التوفيق. وزي ما حضراتكم شايفين المنتخب كره اليد بالاعداد بالاتحاد الدنيا ماشيه سيستم، ده راح ده جه، كره اليد ماشيه في حته تانية. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا باذن الله في بطوله العالم القادمه اللي هتكون في السويد وبولندا. على فكره هيكون في السويد وبولندا، صح كده؟ اه تمام. وهتبقى الشهر الجاي باذن الله. طيب خلينا نروح للخبر الثاني، وكره اليد سيدات. منتخب خلص خلاص لعب بطوله افريقيا ولم يتاهل لبطوله عالم، فدلوقتي احنا مركزين في الدوري المحلي. فريق الكره اليد سيدات عنده ان شاء الله مباراه مهمه جدا في ربع نهائي كاس مصر مع نادي الشمس. نادي الشمس فريق محترم جدا، تعادلنا معاه هناك. نادي الشمس فريق جيد جدا، وردة الكوس لا تعترف بكل مفاجآت وردة. وده في دور الثمانية إن شاء الله في كأس مصر موسم 22-23. المباراة هتتلعب يوم الاثنين القادم الساعة 6 على صالة الأمير عبد الله الفيصل. إذا احنا بنلعب على ملعبنا وسط جمهورنا، إذا عندنا أدفانتج، ولكن مباراة الكؤوس لا تعترف بكل ده. فرقتنا الحمد لله رجعت من الكويت عملت معسكر مغلق وشاركت في بطولة الكويت الدولية وفزنا بلقبها. كانت فرصة كويسة جدا، مش ان احنا نكسب البطولة، لا ان احنا نتعد كويس. الفريق ده اتظلم جامد وما تعدش كويس اثناء الموسم، ولكن اتظلم وما تعدش كويس بحاجة خارج ارادتنا، ارادة النادي الاهلي تماما، الا وهي تجمع عدد كبير من اللاعبات مع منتخب مصر 5 أيام في الاسبوع لمدة 3 شهور. كان هذا الوضع، فالنادي الاهلي حرم من 15 لاعبة كل تمرينة ما عدا تمرينة واحدة في الاسبوع ومباريتين. فاذا الفريق كان طبعا ده الفريق اهو والاستعداد، وبيقود الفريق طبعا كابتن محمد عادل زولا النجم الكبير والخبره الكبيره. طيب الفرقه استعدت بشكل جيد؟ ايوه استعدت في الكويت، الحمد لله ما عندناش اصابات، الفرقه باذن الله يعني كامله. مهم جدا اتخطى عقبه الشمس، انا شايف ان ده ممكن كان يبقى مباراه قبل نهائي او نهائي. الاهلي والشمس كانت ممكن تبقى مباراه قبل نهائي ونهائي، ولكن هي جت بدري في دور الثمانيه. مفيش ازمه، مفيش مشكله خالص، اللي عايز ياخد الكاس لازم يفوز بكل الادوار، والكاس يعني من البطولات اللي ما فيهاش فرصه تعوض، بتخسر نوك اوت على طول بره. فان شاء الله نتمنى التوفيق لفريق كره اليد سيدات في مباراته المهمه القادمه يوم الاثنين مع نادي الشمس في دور الثمانيه في كاس مصر موسم 22-23. هنروح لكره السله رجال وسيدات. عندنا يوم السبت ان شاء الله القادم يوم 24 ديسمبر السوبر المصري، مباراتين ببطولتين للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو احد اطراف اللقاءين سواء رجال او سيدات. سيدات الساعة 4 في مجمع الدكتور حسن مصطفى ما بين الأهلي وسبورتنج. الأهلي طبعا حامل لقب بطولة المرتبط وحامل لقب القاهرة، وسبورتنج بطل أفريقيا لسه راجع من أفريقيا وحاصل على اللقب كأول نادي مصري يفوز بهذه البطولة. إذن الفرقتين في قمة مستواهم الفني، إذن المباراة لن تكون سهلة بمكان.
والحمد لله احنا فرقتنا كامله، كابتن طارق خيري كان معانا الحلقه اللي فاتت، مجموعه من اللاعبات، وهم دايما يعني في حاله استعداد تام، ولكن دي مباراه كالكؤوس كل شيء وارد. طيب مباراه الرجال الساعه 8 في نفس المكان، مجمع الدكتور حسن مصطفى، الساعه 8 الاهلي والاتحاد السكندري. طيب الاهلي والاتحاد السكندري عندنا المباراه النهارده، مستر اجوستي بوش و وجهازه الفني بيعكفوا على دراسه نادي الاتحاد. خليني اقول لكم حاجه، مباراتنا الاهلي والاتحاد في كره السله اي مباراه تتلعب في اي وقت مش هتبقى سهله، ولا تستطيع ابدا ان تتوقع النتيجه. دوري المرتبط، الاتحاد السكندري فاز بالاولى والنادي الاهلي فاز بالثانيه، الفريق المرتبط حسم النتيجه بفوزه مباراتين. دايما مباراتنا مع نادي الاتحاد السكندري مباراه بتبقى مباراه، يعني مباريات بتبقى يعني كلوز جيم جدا، ما بتبقاش عارف مين هيكسب. مستر اجوستي بوش جاهز، مستر اجوستي بوش هيقود المباراه. انا في ناس سالوا لي وبعتوا لي قالوا لي مستر اجوستي بوش والعقوبه، لا، الايقاف كان مباراتين الظهور اللي فاتوا، ولكن من مباراه السوبر ان شاء الله يوم السبت مستر اجوستي على الخط ان شاء الله، هو وكابتن احمد الجرحي وباقي الجهاز وكابتن دياستي وباقي الجهاز بالكامل هيكون موجود بيعكف الفريق على دراسه اتحاد اسكندري، وده حق مشروع اتحاد اسكندري. شهد الفتره اللي فاتت انتقال نجمه ونجم مصر الكابتن اسماعيل احمد الى نادي الرياضي اللبناني مره تانية، وتم انهاء التعاقد بالتراضي. طبعا هو اسماعيل احمد لعيب كبير وليه تاريخ كبير في اتحاد اسكندري، يكفي يقول ان انا مش هكمل او هكمل وكل الامور بتمشي زي ما هو عايز. اسماعيل احمد اللعيب الخلوق طبعا النجم الكبير رجع النادي الرياضي اللبناني ومضى، فاذا الاتحاد السكندري فقد يعني جهود نجم كبير، يعني كان في المباريات اللي فاتت بيكون يعني خصم قوي امام النادي الاهلي، ولكن نادي الاتحاد مليء بالنجوم، جهاز فني مع الوقت والنتائج اللي فاتت عاملين نتائج كويسه، بيكسبوا فرق سكور كبير، ولكن ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق لنادي الاهلي في مباراته القادمه للرجال. السيدات نفس الكلام، ولكن بالنسبه للسيدات كابتن طارق خيري وكابتن عليا محمود والجهاز الفني بالكامل بيعكفوا دلوقتي لدراسه سبورتنج دوري مرتبط حاجه، وسبورتنج اللي هتشوفوه ماتش السوبر حاجه ثانيه. فرقه راجعه من بطوله افريقيا، مفيش اصابات، فرقه جاهزه، فرقه نفسيا معنوياتها في السماء، عندها دوافع. طب دوافع سبورتنج ايه؟ انها تعوض خسارتها المرتبط. دي طبعا لحظات تتويج فرقتنا لبطوله القاهره الاسبوع اللي فات. طيب الدوافع اللي عند النادي الاهلي، دوافع النادي الاهلي هو استعاده اللقب تاني، او ان احنا نحافظ على اللقب تاني. ليه؟ لان احنا السنه اللي فاتت ما كانش الفريق في احسن حالاته، فاللاعبات يعني زي ما بيقولوا لسه مشتاقين للمكسب، عايزين يكسبوا، والبطولات كل بطوله يخشوها ياخدوها، عندهم تارجت 5 بطولات من 5 بطولات، 2 راحوا فاضل 3. حتى معالي الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان موجود في تسليم الجوائز في الماتش اللي حضراتكم بتشوفوا صورته ده، وشاور لدينا عمرو قال لها فاضل 3. فاذا التارجت بتاع مجلس الاداره، وطبعا مع كل الاحترام لكل الفرق، ولكن طموحاتك ده شيء مشروع، وطموحاتك مع النادي الاهلي لازم تبقى كبيره، لان الدعم بيكون كبير سواء من الجماهير من مجلس اداره، فانت لازم طموحاتك تبقى على قدر هذا الدعم. فاذا ماتش سبورتنج مش هيكون سهل، ولكن كلنا ثقه في هذا الجيل وهؤلاء اللاعبات، وايضا الجهاز الفني بقياده الكبير طبعا كابتن طارق خيري، ان شاء الله يعدوا بالمباراه لبر الامان. فرقتنا كويسه، مفيش اصابات الحمد لله، او في بعض الاصابات البسيطه زي مثلا هاله شعراوي، وكان طارق خيري قال الكلام ده الحلقه اللي فاتت، وكابتن طارق خيري قال انه في بعض الالتهابات على الاكيلس، بس مش هيمنعها من المشاركه. مفيش لعيب بيلعب 100% سليم، فان شاء الله نروح على الماتش واحنا جاهزين بنسبه 100%. هنروح للكره الطائره رجال، شغالين ماشيين في ماتش كده محدش حاسس بيه، بس احنا واخدين بالنا منه، وهي مباراه الجزيره. يمكن وانا كنت بقرا الاخبار، مباراه الجزيره في كاس مصر، فريق الرجال للكره الطائره بقياده كابتن محمد مصطفى حميدو استطاع انه يفوز على فريق نادي الجزيره 3-0 في دور ال 16 في كاس مصر. مباراه يمكن ما كانش ليها يعني صيت اعلامي قوي، ولكن احنا هنا دورنا ان احنا نحط كل الكلام ده قدام الساده المشاهدين. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله جامعه عين شمس، وحاول كابتن ميدو كالعاده انه يشارك الكل، عشان احنا خلاص حفظنا، احنا الماتشات دي كلها مش قويه، مع احترامنا للمنافسين طبعا، ولكن انت هدفك الاساسي كابتن محمد مصطفى حميدو انه يجهز كل السكواد عشان لما نخش في الجد نبقى جاهزين، خاصة احنا عندنا الأسبوع اللي جاي مباراة الأهلي والزمالك لكرة الطائرة رجال، واللي هتكون في 100 عقبة على صالة عبد الرحمن فوزي في مقر النادي الزمالك في 100 عقبة. الأهلي هيلعب في دور ال 16 الكسبان من نادي الصيد وقارون. ده مشوار طبعا لغاية دور الثمانية لفريق الرجال، وبعد كده الدنيا هتقف عشان نستكمل
بطولة الدوري، وهنروح نلعب على المجموعة الثانية ثلاث ست مباريات، وبعد كده نروح إن شاء الله على الأدوار الإقصائية. فالدوري ماشي بشكل منتظم، ونتمنى التوفيق وربنا يحفظ اللعيبة. خوفي كله وقلقي كله هو من الإصابات. أنا يعني بحكم يعني الخبرة الكبيرة في الرياضة وبالذات الألعاب الأخرى، دايما الصداع الكبير لأي مدرب هي الإصابات. بتبقى أنت عامل حساباتك على حاجة، بعد الشر بعد الشر يحصل إصابة أو اتنين، تلاقي كل أوراقك اتلخبطت، وتلاقي الموسم كله اتلخبط معاك في إيه؟ في ثلاث أربع أيام. ربنا يكفينا شر الإصابات ويحافظ على لعبتنا، مش لعيبة النادي الأهلي بس، ولعيبة مصر كلها. هنروح للكرة الطائرة سيدات، الدوري شغال، ما لعبوش أو يعني مش ماتشات كأس، بيلعبوا دوري. ماتش 6 أكتوبر الحمد لله استطعنا سيدات إن هم يفوزوا على 6 أكتوبر، ويعدوا طبعا عقبة نادي 6 أكتوبر بالفوز بنتيجة 3-0. تمام. الماتش كان اتلعب في صالة طبعا كان مدير فني كابتن حمدي الصافي، وده الجولة ال 11. خليني أقول لكم تفاصيل الأول قبل ما أقول لكم، ده الجولة ال 11 في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز. الأهلي كان سيطر على الماتش من بداية لحد نهايته، واللي كانت لعب على صالة 6 أكتوبر. دي تفاصيل المباراة يعني. الأهلي بعد الفوز ده بقى عنده 30 نقطة من الفوز في 10 ماتشات، والخسارة مباراة وحيدة أمام نادي الزمالك، والزمالك بالمنافسة بالمناسبة عنده نفس الكلام. الأهلي هيلعب في الماتش اللي جاي وهيكون يوم الجمعة الجاية مع فريق أصحاب الجياد. كل المباريات دي مهمة برضو مع كابتن حمدي الصافي عشان يجهز كل اللاعبات ويخشوا معانا واحدة واحدة. وكمان ضيفتنا النهاردة سهيلة وفيق اللي هتكون معانا في الفقرة الحوارية، هنقدر نعرف منها برضو، هي كانت مع الفريق، هي ما لعبتش بس كانت مع الفريق ومتواجدة معاهم وقريبة منهم، فأكيد عارفة طبعا أخبار وتطمنا على الفرقة بشكل أو بآخر. والحقيقة كده تكون خلصت أخبارنا داخل جدران النادي الأهلي. هنروح لأخبارنا المحلية. هنبتدي من السكواش. في شهر 12 من كل سنة بتتلعب مباراة أمريكا المفتوحة للسكواش، والحقيقة اللي كان ليا الشرف إن أنا رحتها ثلاث مرات. رحت بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش أو الجونيور أوبن، يو إس إيه جونيور أوبن تورنمنت، اللي بتتعمل في غالبا في شرق أمريكا. السنة دي اتعملت في ولاية بنسلفانيا. هم بيحاولوا بالطريقة دي إن هم يعني ينشروا اللعبة. أمريكا ماشية بشكل كويس، عندنا فاروق أحمد ويوسف هشام يحصدان بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش. فاروق احمد بيلعب تحت 13 سنه، ايوه في 13 سنه السكواش بيبتدوا من 13 سنه، وهشام ويوسف هشام حقق تحت 17 سنه. البطوله دي بتبقى بطوله صعبه جدا. خليني اقول لكم يعني معلومات عن بطوله امريكا. بطوله امريكا المفتوحه كان زمان ما بيشترطوش رانك معين للعيب اللي جاي من بلده، يعني لعيب طالع من مصر ممكن يبقى الرانك 30-40 مش مشكله، مجرد انت بتعمل ريجستريشن او تسجيل في البطوله بتشارك. بعد ما البطوله اتعرفت على مستوى العالم وبقى فيها اقبال كبير، لا عملوا هنا انه لازم تبقى من الثمانية الأوائل في بلدك عشان تقدر تشارك في بطولة أمريكا، فإذا بقت أصعب وأقوى. فالنهاردة لما ناخد بطولتين، لا إحنا عملنا إنجاز. جهاز الكشف طبعا في النادي الأهلي بيقوده طبعا كابتن محمد عباس الريدي، وكابتن أحمد حسني مدير فني، وخالد بسيم مدير إداري. وزي ما قلت لحضراتكم بطولة أمريكا شهدت تفوق واضح لعيبة الأهلي. يعني لعيبة الأهلي شكله ظهروا بمظهر كويس جدا، وبالمناسبة إحنا عندنا قطاع ناشئين كويس، وعندنا اللعيبه او التدريبات ماشيه بشكل منتظم ونتائج شكلها كويس. وفاروق احمد ويوسف هشام اكيد بعد ما هيرجعوا هينتظموا في تدريبات النادي الاهلي، وهتبقى الدنيا ان شاء الله ما عندناش اي مشكله خالص، لان هم هيرجعوا طبعا ينتظموا في تدريبات وبطولات النادي الاهلي المختلف. الف مبروك فاروق احمد ويوسف هشام من النادي الاهلي. طيب هنروح للرمايه، بطوله الرمايه او يعني بطوله افريقيا للرمايه اللي بتتلعب في تونس. في هذه الاثناء بتتلعب بطوله الرمايه في تونس، مصر استطاعت انها تحصد ذهبيتان وبرونزيه. لعيبه منتخبنا الوطني للرمايه حققوا ثلاث ميداليات في بطوله افريقيا رقم 15 واللي بتتلعب في تونس في الفتره من 16 ل 24 ديسمبر اللي احنا فيه. لعيبه منتخبنا حققوا ثلاث ميداليات، اثنين ذهب وبرونزيه زي ما قلت لحضراتكم. الذهب كان من نصيب هاله اشرف الجوهري في النهائيات 10 متر مسدس، وحققت يارا احمد برونزيه نفس المسابقه. اما يوسف الكردي فحقق ذهبيه 10 متر مسدس على مستوى الرجال، بالرغم من انه لاعب صاعد ناشئ، ولكنه قدر يتفوق على رومات الجزائر وتونس وكينيا. منتخبنا بيشارك في البطوله دي ببعثه مكونه من محمد حمدي، محمد مصطفى، فريده خالد، مي مجدي، وميرنا هيثم، وعمرو احمد، ويوسف حسام، ومجدي محمد حافظ، وهاله الجوهري، ويارا احمد. الحقيقه الرمايه او اتحاد الرمايه يعني ماشيين بخطى ثابته، نتمنى ليهم كل التوفيق. نتمنى ليهم ان شاء الله ميداليات في باريس 24 وميداليات عالميه ودوليه كثيره. كده تكون خلصت الحقيقه اخبارنا. نطلع لفاصل عشان بعد الفاصل نستقبل ضيوفي سواء كره الماء او سهيله. انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وسهيله وفيق نجمتنا، نجمه الفولي بول في النادي الاهلي، واللي طبعا بتلعب في الان سي دبليو اي الجامعات الامريكيه. هي يعني من الطيور المهاجره، مش مهاجره قوي يعني، يعني بتروح تلعب وفي بعد انتهاء دراستها و
نهايه مباراتها هناك بترجع تشارك مع النادي الاهلي. بنرحب بيكي سهيله وفيق، اهلا بيكي في قناه الاهلي للمره يعني الثانيه والثالثه، ودي حاجه تسعدنا جدا. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك، انا مبسوطه قوي ان انا معاك بجد. سهيله، يمكن احنا اخر لقاء كان بينا كان من 5 6 شهور تقريبا قبل بطوله افريقيا، صح؟ دي حقيقه. ورحت شاركت بطوله افريقيا، وكان يمكن ده اول مره تشارك افريقيا من فتره، صح؟ صح. كان اخر مره شاركت فاكره؟ كان قبلها 2019. 2019 قبل الكوفيد. ودي البطوله دي اللي شاركتها يعني فرق، دي كانت تبقى 2022، يعني شاركتي بقى 3 سنين بالظبط. والجميل انت كمان اديتي فيها كويس، الحمد لله. صح ولا غلطان؟ الحمد لله. يمكن اول كاس او اول بطوله او اول يعني جايزه انت واخداها معانا على الترابيزه هي احسن بصير في افريقيا. ايوه. طب انت لما خدت البطوله دي كنت متوقعها اثناء البطوله ولا مش معاك الامور ازاي؟ لا بصراحه ما كنتش متوقعها خالص، يعني انا كنت بلعب عادي جدا وكنت بحاول ابذل اقصى حاجه عندي عشان كان نفسي قوي قوي من جوايا ان احنا نكسب البطوله دي. بس الحمد لله يعني جت كده. ما كنتش متابع ارقامك في السكاوتنج في الاحصائيات؟ لا. ولا بتلعبي خلاص مش بص؟ لا لا ما كنتش بص خالص، يمكن بص ابتديت ابص مثلا في اخر ماتشين ثلاثه، انما في الاول لا خالص. ما انا برضه في الاول على فكره ما كنتش بنزل، يعني في الاول كان عدد نزولي يعني ما كانش لا خالص. فانا ابتديت انزل في الاواخر شويه، المتقدمه شويه. ايوه. يعني انت خدت دي مثلا في مباراه اقل، يعني عدد مباريات قليل، يعني مباريات انا لعبت كل المباريات الحمد لله، بس قصدي يعني يمكن مشاركه بكثافه. مشاركه بكثافه كانت في الاخر. طيب يعني يمكن يعني وانت ومسافره امريكا ورايحه لهم بكاس احسن بصيره في افريقيا تضحكي طبعا، لان حاجه زي كده بتديك بوش جامد جدا هناك وبيقدروها جدا جدا. خدت الكاس الزغنون ده مكتوب عليه طبعا احسن بصير في افريقيا ورحت لهم، عملوا معاك ايه هناك؟ كابتن عمل لي حفله هناك فعلا. اول لما وصلت كان مبسوط قوي بيا، هو اصلا كان متابع يعني البطوله في مصر وقال لي يعني ان انا لعبت كويس، وكان مبسوط جدا جدا، قال لي حتى يعني احنا هنعمل لك حفله هناك. فعلا عمل كده. طب احنا الحاجات دي ما حطيتهاش ليه على السوشيال ميديا؟ كنا عايزين نشارك معاك اللحظات الحلوه دي. كنت مبسوطه قوي عشان كنت رجعت خلاص على الدوري بتاعي هناك، وكان عدى فتره على بطوله افريقيا وكده، فما كنتش حابه يعني ان انا يعني ان انا ارجع بقى تاني وانزل تاني الافريقي، عشان بصراحه انا برضو من جوايا كنت متضايقه قوي ان احنا خسرنا. طبعا لان يعني هو المكسب مش متقبله خالص المركز تاني لحد دلوقتي. انت ما بتحبيش تخسري خالص، ما بتحبيش النادي الاهلي يخسر اصلا خالص نهائيا. طيب انت رحتي هناك وهم في الجامعه عندهم احسن بصير في افريقيا، خلي بالك برضو دي يعني حاجات الاثنين بيساعدوكي طبعا، يعني الجامعه بتساعدك على المستوى والاداء وبتيجي هنا اكيد كويس اكيد، وهنا لما بتاتشيف حاجه كويسه بتروح أكيد. هناك بتساعدك اكيد. طيب هم هناك ساعدوكي بايه بقى هنا؟ يعني انت ايه اللي اكتسبتيه؟ اكتسبت خبره الملعب، دي اكتر حاجه البصير بالذات او اللعيب عموما في حياته محتاجها. انا ما كنتش هبقى كويسه، الواحد عنده تالنت وعنده تمرين وكل حاجه، بس في الاخر انت بتلعب مش بتلعب تحت ضغط، مش بتلعب تحت منافسه. التمرين عادي، انت النهارده كسبت خسرت تمر في كل حاجه بتستفاد، انما الماتش حاجه تانية. انت محتاج يا تكسب يا تخسر، الموضوع منتهي. وبعدين احنا هناك الماتشات بتاعتنا كلها ما فيش ماتش سهل، مفيش ماتش انت داخل عارف ان انت داخل كسبان وخارج، احنا معظم الماتشات بتاعتنا كسبانها 32 30 في الجيمات. يا خبر ابيض. مفيش ماتش بيعدي كده خالص. خبره جامده جدا. وضغط على طول ضغط، مفيش بوينت بيخلص بسرعه، مفيش ماتش بيخلص كده، لازم قبل الماتش بتفضل تحضر له كتير قوي عشان تعرف تخش تكسب الماتش. ف صعوبه جدا. لا وخبرات مش هتلاقيها في حته تانية. دي حقيقه. دي بجد حقيقه. تعبوا كام ماتش في الاسبوع؟ 3 ل 4. لا والله كل اسبوع 3 4 ماتشات. 3 4 و4 يعني خميس جمعه سبت حد مثلا. عشان برضو مش عايزين يعطلونا عن دراستنا. طب والماتشات دي بتبقى في الجامعه؟ دي صور طبعا لسهيله مع فريق جامعتها في الولايات المتحده الامريكيه. طيب انتوا لو الماتشات دي بره الجامعه، يعني انتوا لو سافرتوا ولايه ثانيه، طب ما انتوا بتغيبوا عن المحاضرات. انا تقريبا ما حضرتش الجامعه، الدكاتره ما يعرفوش وشي. انا محتاج مجهود اكتر عشان تذاكري كده. مجهود جامد، وهم بصراحه موفرين لنا دكاتره لوحدنا في الوقت اللي احنا حابينه برضه كمان. احنا لينا حاجه هناك اسمها بورت سنتر. البورت سنتر دوت انت اي ماده انت محتاج فيها دكتور لوحدك بيجي لك في المواعيد اللي تناسبك، يقعد معاك يشرح لك. ايه الجمال ده؟ بس مش لكل الطلبه صح؟ للاثليتس بس.
اللي هم شغال اللي هم في البروجرام بتاع الرياضه. هناك يعني مثلا الفولي بول ده اسمه بروجرام بالظبط. لا ده احنا عايزين نتكلم على دي، سيبوا الصوره دي كمان يا جماعه. دي طب دي احنا معانا في الاستوديو على فكره يا جماعه الدرع ده، ده في سهيله وفي اول كونفرنس 2022 فولي بول. ده ايه بقى؟ ده احسن بصيره في الدوري. برافو، يعني واخد هناك في دوري الجامعات الفولي بول في امريكا احسن بصيره. الحمد لله ما شاء الله. تاني طيب سنة. طيب ده يعني اكيد يعني موضوع صعب، يعني انت برضو عشان توصلي لحاجه زي كده ما جاتش بالسهل، في منافسات من لعيبه تانيه سوري لعيبات تانيين ودنيا مش سهله، يعني الموضوع ما انتش رايحه فسحه عشان تاخدي بطوله تاخدي الدرع ده. طيب ليه ادوهالك؟ ليه ادوهالك عشان ارقامك بس ولا عشان ايه؟ يعني ايه ليه؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه. الاول احنا دخلنا دوري جديد، احنا اتصعدنا مش اتصعدنا بس يعني هي هناك حضرتك عارف ان الدوري جامعات متقسم صحيح. هم 50 ولايه، ففي ديفيجن 1 ديفيجن 2 ديفيجن 3. انا الحمد لله بلعب ديفيجن 1. ديفيجن 1 ده متقسم لكذا دوري عشان هم 50 ولايه. تمام. كتير جدا، فنقلونا من هورايزن ليج لحاجه اسمها ام في سي ليج، ميزوري فالي ليج. تمام. فده دوري جديد اصعب بكتير من اللي انا كنت فيه كمان السنه اللي فاتت. كل الفرق اللي فيه فرق كانت بتشارك في بطوله الانس دبليو اي ديفيجن 1، حتى بتشارك في الانس دبليو اي تشامبيون شيب ذات نفسها اللي هو اول كل دوري بيروحها. صعبين جدا جدا يعني اللي انا. طب انتوا اتصعدتوا للام في سي، اتصعدتوا له بناء على نتائجكم السنه اللي فاتت؟ بناء على نتائجنا وبناء برضو ان هي عشان احنا بقينا نتابع اكتر عشان احنا عملنا نتائج كويسه قوي فعلا. فقال لك احنا هننقلهم الام في سي ليج عشان هم ابتدوا يتشافوا بيزيكلي، يعني موضوع شويه جاي سياسه للماني. وايز للجامعه في الاول والاخر ده انتصار جدا. انت ده اول مره تحصل في التاريخ ان احنا نعمل كده. مش هينسوك على فكره بجد والله مش هينسوك. يعني اتصور ان انت لما تخرجي من الجامعه هم يبقوا زعلانين جدا. الكابتن مش عايز اتخرج. ما هو هتلاقي يقول لك شوفي لك اي حاجه ترسيها. صوتي سنه. فبقول لك ايوه يعني هم هيزعلوا جدا، ده ممكن حتى يخلوا التيشيرت بتاعك ورقمك محدش يلبسه بعدك. في حاجات بيعملوها في الجامعه كده. هم جمال بصراحه. هم عملوا معايا كل حاجه كويسه يعني. طيب طلعتي على الليفل الام سي الام في سي ولعبت ماتشات، ومع ذلك برغم ده دوري اصعب وليفل اصعب وللاسف خسرنا. احنا خدنا ثالث. تالت كده خسرته؟ يعني شايفه تالت دي خساره؟ طبعا دي خساره فادحه. احنا خسرنا من اول اللي خد اول عموما. يعني بس خساره فادحه. بس ان احنا نخش في ليج جديد ونكسب لحد تالت، دي اول مره تحصل في التاريخ، في تاريخ الجامعه. اصلا في تاريخ الام في سي الناس بتتكلم، الكباتن بيتكلموا علينا هناك بيقولوا الفرقه دي انستوببل، يعني ما حدش عارف يوقفها. ما حدش عارف يوقفها لان الكابتن هناك حاط لنا سيستم جديد. كل لعبنا سريع. كل لعبنا سريع يعني. شفت احنا دايما بنيجي نتكلم على السريع في الملعب، لعبه ولا اتنين والدنيا تقوم بالظبط. ده اللعب الطبيعي بقى بتاعنا هناك. كل الاطراف بتاعتي بتلعب اللعب السريع بتاع نص الملعب. فما حدش كان عارف يوقفنا خالص. بس ده ريسك شويه. ريسك جدا ومحتاج تمرين جدا. ما طبعا احنا هناك ما بتعملش حاجه، انت بتتمرن بقى. مفيش حاجه في دماغك تانية. طيب خلينا نقول بقيه الجوائز. ماشي احنا يعني بس عشان الناس الساده المشاهدين احنا معانا حاجات كتير. احنا معانا يا جماعه خاتم حلو جدا، خاتم ما شاء الله بجد. يعني اصل في الام بي اي لما بيكسبوا، معلش تسمحوا لي بس اطلعه من بعد اذنك من العلبه. الخاتم ده في الام بي اي حتى اللعيبه لما بيكسبوا بطوله الام بي اي باسكت بول بياخدوا الرينج ده. فتلاقي مثلا ماجيك جونسون كان بلاش مايكل جوردن اهو خاتم حاجه قيمه جدا وفخمه ما شاء الله. فتلاقي البطولات لما بتاخد المركز الاول يدوك رينج، فبتلاقي لعيبه طالعه لابسه 6 رينج 7 رينج، ده عدد البطولات اللي اخدها. ايه قصه الرينج ده بقى سؤال؟ ده اول دوري السنه اللي فاتت. اول دوري بياخدوا مقاساتنا ويجيبوا لكل حد مقاسه. ده مكتوب عليه اسمك. ده بيجي لك مخصوص. أيوه. بالطلب. ايوه ما شاء الله. لا حاجه جميله جدا. طيب يعني ده عشان خدته بس ما كنتوش ام في سي. لا لا كان الدوري اللي انتوا طلعتوا منه بالزبط. خدته فيه اول بالظبط. طيب يعني بتاخده اول بيجي حد، لا اكيد بالتفصيل بيجي حد ياخد بيجي حد من الليج هناك ياخد مقاساتنا ويختار احنا عايزينه في انهي صباع وكده، ويختار الاسم اللي احنا عايزين نكتبه عليه كمان. ف جو والكابتن بتاعنا هو اللي عمل الديزاين ده. لا بس خلي بالك في الام بي اي نفس الديزاين نفس الشكل. لا لا هو هتلاقي حتى احنا عشان يو اي سي في شيكاغو عملها يو اي سي ولبني عشان اللون الرسمي بتاع شيكاغو لبني. لا وخليني اقول لك انه
لا هو شكله شياكه وفخم وكتب عليه شويه كلام من جوه كمان. اه لا انا طبعا مش جايب الكلام ده، الدنيا ضلمه شويه مش قادر اجيبه، بس الجميل هو طبعا علبته شيك جدا والخاتم نفسه كويس. بس اللي عايز اقوله لك انه الديزاين قريب جدا من الديزاين بتاع الخواتم بتاعت الام بي، تعرف الباسكت هناك ايوه لعبه شعبيه كبيره. ايوه فبيعمل اعتقد هي نفس الشركه اللي بتعمل. ممكن صح، لان انا شايف ان هي حتى نفس ال. طيب يعني طبعا ده جايزه من الجوائز خاتم وما شاء الله احسن بصير، بس انت مميزه في حاجه تانية في السيرفات. يعني انت في السنه اللي فاتت تقريبا او قبلها واخده برضو احسن سيرف. ايوه في اليو اي سي بقى تقريبا صح ولا اليو اي سي اه اللي هو الدوري اللي هو اللي انت كنت بتلعبي فيه. طيب السنه دي اخبارك ايه في السيرفات؟ كنت تالت احسن سيرف برضو مش بعيد. اه هما بيدوا اول وتاني يعني، بس انا كنت تالت بقى ما كنتش بعيد يعني، يعتبر ممتاز يعني الحمد لله. بس انا كسهيله يعني مش حاطه قوي في دماغي السيرف على قد اه البصير شغلك هو ده شغلك. اه يعني حتى انت السنه اللي فاتت لما جيت لعبتي مع الاهلي بان الحمد لله. لا يعني بقيتي بترفعي كمان وانت مش شايفه، يعني البصير الكويس اللي يرفع ومش لازم يبقى شايف اللعيب اللي بيرفع له، انت حاسه بالسنس وفاهمه. لا البصير هو 50% من الفرقه. طيب يعني احنا فاضل لنا كم شهر في الجامعه؟ فاضل لنا سنه ان شاء الله. سنه ان شاء الله، سنه كامله 12 شهر ان شاء الله. ده انت بتحاولي تزودي في الوقت عشان تقعدي معاهم اطول صح ولا هو طبيعي؟ لا خالص، انا هتخرج في 3 سنين ونص. ليه ماشيه بسرعه كده؟ هم كام هناك زعلانين ليه 3 سنين ونص وليه؟ هم عايزين اكمل ماسترز بس انا لسه مش عارفه اخطط دي صح. لا يعني انت فاضل لك سنه كامله ان شاء الله. طيب انت نزلتي اجازه مظبوط؟ قعدتي نزلتي يوم كام؟ نزلت يوم 4 يوم 4 ديسمبر. ديسمبر دي اجازه الكريسماس هناك. اه لغايه كام بقى؟ 8 لغايه 15/1 ان شاء الله. 15/1 طب كويس، اجازه طويله ما شاء الله ان شاء الله. طيب وبتتمرني هنا مع الفرقه ولا تتمرني لوحدك؟ لا بتمرن لوحدي. بتمرني لوحدك؟ اه. طيب ده مش ممكن يعني مستواك لما ترجعي ولا الدنيا هناك لما ترجعي بقى في وقت كافي؟ لا انا لما هرجع هبتدي تاني فتره اعداد للسيزون بتاعي الجديد، فانا معايا كل الوقت. السيزون يبتدي امتى؟ السيزون بتاعي في 8 لسه. لسه يا ده لسه بس احنا عندنا كام بطوله في السمستر اللي جاي دوت، عندنا كام بطوله بس مش بطوله رسمي يعني. ده الكابتن دايما بيحب ان هو يعمل بطولات في اخر السمستر تنشيطيه مثلا كده بالظبط، بحيث ان احنا ما ننساش ما نبعدش كل الكلام ده. طيب برضو احنا عندنا جايزه رابعه في الاستوديو ده يو سي اف صح ولا ايه؟ ايوه كده يو سي اف. طب ايه الجايزه دي بقى؟ دي كانت اخدت احسن لعيبه في بطوله قبل ما نبدا الدوري، عملنا بطوله وديه في جامعه يو سي اف، كان فيها حوالي 5 أو 6 فرق. نفس الولايه اللي انت فيها؟ لا لا كانت في ولايه ثانيه. ولايه ثانيه اه، والباقي الجامعات سافرت لها، هم اللي كانوا مستضيفينها. كان كام جامعه مشاركه فيها؟ 6 أو 7 جامعات تقريبا ولعبناها. خدت احسن لعيبه؟ خدت احسن لعيبه. مش احسن بصيره بقى؟ لا احسن لعيبه. طب ما احسن لعيبه ده الاستقبال برضه، ما هتلاقي الاستقبال وارسال يعني مقيمه في كل شيء. الحمد لله. طب برضه انا برضه ماتشاتك هنا وانت معانا هنا في مصر، انا شايف برضه في طفره في مستوى في الاستقبال. مش عايز برضه ايه يعني اكسرك في البصير ده طبعا المين جوب بتاعك، ولكن انا بتكلم على الاستقبال. لا انت كمان عيلتي جدا في الاستقبال في الديفنس. أيوة. صح. اه وكل ده شغل نتيجه شغل هناك. اه طبعا طبعا انا على طول بتمرن حتى قبل تمرينتي يعني. انا بروح لوحدي مع مساعد المدرب والمدرب نفسه، بنشتغل مع بعض على طول ساعه قبل التمرين. على طول يوميا. والتمرين بيبقى الديوريشن بتاعه قد ايه؟ ساعه ونص. يعني ساعه لوحدك وساعه ونص مع الفرقه. اه وانت الصاله قريبه من نفس مكان الاقامه، الكامبس اللي قاعده فيه قريب جدا من الصاله، انتوا بتقعدوا في نفس المكان بالظبط. طيب برضو السفر ما بين الولايات، انت في ولايات الفرق توقيت 6 ساعات، يعني هي قاره لوحدها، امريكا قاره حقيقة. من الشرق للغرب. لا بتعملي ازاي؟ بتظبطي الدنيا دي؟ وهل بتروحوا طيران ولا ممكن تروحوا مثلا اوتوبيس؟ معظم الوقت بيبقى باص، بس سافرنا كتير قوي السمستر ده طيران برضو. هم بيجيبوا لنا واي فاي في الباص، بحيث ان اي حد محتاج يذاكر، محتاج يعمل اساينمنتس عليه، يفتح ليكتشرز، كل الكلام ده بصراحه بيبقى فيه واي فاي حتى في الباص. فانا على طول بنجز في الباص. بس وقت طويل، ممكن تقعد 10 ساعات 12 ساعه قوي. يعني طويل قوي. احنا والله في يوم سافرنا فيه 20 ساعه مش متواصلين. كنا بنروح نسافر مثلا 6 7 ساعات، نقعد في اوتيل ولا نقعد في اوتيل، نبات تاني يوم نلعب الماتش، نخلص ونسافر تاني 4 ساعات، ونبات في اوتيل نرجع تاني يوم نلعب ماتش، نسافر تاني 4 ساعات. فاحنا في مره في بطوله من البطولات سافرنا 20 ساعه. يا خبر ابيض، يعني الموضوع بس مش موضوع تمرين، ده مجهود. بس اقول لك على حاجه حياه حلوه، ليه؟ انت ما عندكيش دقيقه فاضيه كده كده بصراحه. لا انا لما بفضى هناك بزهق قوي. لا وخلي بالك برضو انت بتتكلم تمرين ماتشات
اكل شرب نوم، ده انت تلاقي النوم ما بتلاقيش وقت تنامي. دي حقيقه. طيب انت عشان بس جمهور النادي الاهلي اكيد بيتفرج علينا دلوقتي والناس متابعاكي وحابه ان انت تبقي مع الفرقه، ممكن تلحقي نهائيات السنه دي؟ ممكن. يعني انت نهايه جامعتك امتى؟ اكاديميك، مش هتكلم بقى ماتشات، انت الموسم خلص. اول خمسه. تخلص اول خمسه. ممكن الماتش يعني او الدوري الطايره بيتاخر. دي حقيقه. ولو ترجعي بتاخدي برميشن من الجامعه ان انت تلعبي. لازم، ما اقدرش العب من غير ماي برميشن هناك. اه، وتقدري تعملي ده والدنيا ما. يعني انت ان شاء الله بشكل كبير جدا ممكن تكوني معانا باذن الله اذا كانت النهائيات بتاعتنا بعد خمسه هتكوني معانا ان شاء الله. اه. طيب بلاننج بتاعك ايه؟ يعني ناويه ايه بعد الجامعه؟ احتراف بقى. احتراف. كمل احتراف. يعني ناويه ان انت لو جالك فرصه او حاجه في اوروبا في حاجه تكملي، وانا سبورت ده معاكي. ربنا يخليك. يعني جد، وانت كمان في النادي الاهلي يوم هيطلبك انت مش هتاخري. لا عمري. زي ما بيحصل كل وقت. لا. يعني ممكن تعتبري كانك لعيبه محترفه لينا وبتيجي في الجد. فبالعكس، وكمان انت مش غريبه على الفرقه، يعني الفرقه وشفتك انا في الماتشات كنت موجوده صح؟ جدا. ماتش الصاله، ماتش الزمالك اللي كان في الصاله عندنا انا شفتك. ايوه، انا اول لما نزلت وعرفت ان هم عندهم ماتش يعني اليوم دوت، قلت ماما تعالي نروح نتفرج. ده يوم السفر؟ يوم السفر، اول لما جيت على طول. جيتي من السفر غيرت هدومك ورحت جاي على الصاله على طول؟ اه. برافو عليكي، حب النادي الاهلي. ما مفيش كلام، يعني انت يعني مبسوطه قوي ان هم كسبوا. وبطوله افريقيا، ما انت لعبتي بطوله افريقيا السنه اللي فاتت وما كنتش يعني كان عندك سفر واخرتيه ورحت افريقيا، وبرده بالتنسيق مع الجامعه. بس بصي، انت عملت شغل كويس قوي بصراحه، يعني انت ناجحه نجاح يعني هيدي انطباع للاعبات المصريات، يعني هيبقى في طلب على اللاعبات المصريات هناك. واللي يروح لازم يكون بنفس المنتاليتي بتاعتك. دي حقيقه. نفس المنتاليتي اللي عايز يشتغل واللي عايز يعمل حاجه كويسه. الحمد لله. سهيله، بجد انا سعيد جدا، الوقت عدى كتير. انا اللي مبسوطه والله جدا، انا كنت مع حضرتك. لا ده انا مبسوط بيكي جدا، والحقيقه انت يعني زي ما بيقولوا سفير مميز وجيد للنادي الاهلي وليكي في الاول طبعا، والنادي الاهلي وكل اللاعبات المصريه. شكرا قوي، بشكرك، نورتيني وشرفتيني. شكرا قوي. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهارده مع سهيله وفيق، زي ما شايفين منتاليتي مختلفه، شغل مختلف، من جد وجد ومن زرع حصد. سهيله عملت اللي عليها، واخد الامور بجديه، رايحه في مستوى تاني، وان شاء الله هتكمل على المستوى ده عشان تفيد نفسها وتفيد كمان منتخب مصر وتفيد النادي الاهلي. بشكركم، هنطلع لفاصل، هنرجع بعد الفاصل هنستقبل نجوم او شباب الووتر بولو بعد ما فازوا ببطولة أو بطولة الدوري، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن في البداية كنت يعني قلت لحضراتكم إن هيكون معانا النهارده فريق الشباب للووتر بولو. الحقيقة اللي كان عندهم دوري 2000، البطولة دي كان بقى لها 5 سنين ما اتعملتش، ولكن الاتحاد السباحة المرة دي عملها، فالنادي الأهلي شارك بيها. الجميل إنه شارك 2000 و2001 و2002 و2003، يعني لعيبة اعمار سنيه اصغر من السن المطلوب وشاركوا فيها، والنادي الاهلي الحقيقه استطاع الاسبوع اللي فات ان يفوز بهذه البطوله. نرحب في البدايه بنجوم المستقبل، ما هم مش مستقبل، هم نجوم دلوقتي ما شاء الله 19 20 سنه اصبحوا نجوم. معايا محمد حامد كابتن الفريق، اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك، منورنا. والف مليون مبروك. الف مبروك، شكرا جدا. بنرحب بادهم صقر مدافع الفريق واحد طبعا النجوم اللي كان ليهم دور كبير في الفوز. اهلا بيك يا ادهم. اهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. يمكن اجي لك يا محمد، انت طبعا كابتن الفريق واكيد البطوله دي ما كانتش سهله، اكيد كان في منافسات بالزبط. خاصه ان 2000 ده يعني منهم ناس كتير او مجموعه كبيره بتلعب في الدرجه الاولى، هتلاقي صح. يعني اللطشين في مستوى الدرجه الاولى. كلمنا عن البطوله والفرقه المشاركه وايه اصعابها، اتفضل يا كابتن. والله في الاول البطوله كانت صعبه جدا، يعني مش سهله خالص، عشان احنا بنلعب تحت 23، فالموضوع مش ناشئين يعني، او احنا يعتبر خلاص درجه اولى. فلا البطوله كانت صعبه، واحنا كنا عارفين ان هي هتبقى صعبه، فاحنا كنا مجهزين من اول يوم، من بعد على طول ما خلصنا الكاس وخدناه يعني الحمد لله مع الدرجه الاولى. فبدانا على طول بعديها مثلا من ما فيش 5 ايام ولا حاجه، جمعنا بقى من 2000 بقى ايه فيما تحت لحد بقى 2005، يعني معانا فعلا معانا ناس اصغر 5 سنين من السن اللي بتلعب. خدنا لاعبين من 2005 شاركوا معانا بس، فجهزنا على طول مع كابتن وليد عزت وكابتن توفيق وكابتن سيف، كانوا هم اللي ماسكيننا يعني. بس قعدتوا قد ايه تتمرنوا قبل البطوله؟ بعد كاس مصر للكبار اللي احتفلنا بيه هنا في قناه الاهلي، ودخلنا بعد فتره كانت قد ايه من بعد كاس مصر لبدايه بطوله الدوري 23؟ بدانا مثلا كان اسبوعين مثلا، اسبوعين. حاجه زي كده. مش كبيره. لا ما كانتش كبيره خالص. لا بس احنا كنا بقى ايه مكثفين التمارين، يعني كان في بقى فتره صبح وبالليل، فكان في يعني كذا تمرين يعني. طب دخلتوا ماتشات كان شكلها ايه؟ يعني كلمني بقى بالبدايه، لعبتوا كام ماتش في الاسبوع؟ كان مين مجموعتكم في الاول؟ كلمني عشان برضو ايه. والله هي كانت مجموعتين. كانت مجموعتين في الاول، فلعبنا اول 3 ماتشات في الاسماعيليه، ودي اول مره نعملها يعني من فتره. ما لعبناش في الاسماعيليه بقى.
في نادي اللي هو الهيئه. الهيئه اللي هو نادي الاسماعيلي يعني او مش عارف بيقولوا عليه ايه. الهيئه دي اللي فيها برضو الصاله اللي بتلعب عليها دايما يعني، هي مجمع بالظبط. فاحنا كان اول مره نروح واول مره نلعب على الملعب ده، فايه بالنسبه لنا حاجه جديده طبعا. فلعبنا اول ملعب الصراحه محترم جدا يعني، حاجه شيك قوي يعني. فلعبنا اول ماتش كان مع الصيد، وبعد كده كان ثلاث ماتشات ورا بعض يعني، كان خميس جمعه سبت ثلاثه ورا بعض. جهاد عليكم يعني كده طبعا. كابتن وليد كان قايل لنا ماتشات صعبه، فاحنا كنا مركزين قوي يعني. الصيد اول ماتش يعني، فكان اول ماتش الصيد، وبعد كده لعبنا الجزيره تاني ماتش، وبعد كده اخر ماتش بقى كانوا اصحاب الارض بقى، كانوا الاسماعيليه. الاسماعيليه ده اول دور، ده اول يعتبر اول ثلاث ماتشات. بعد كده كسبناهم الثلاثه. الحمد لله كسبناهم يعني. كان اصعب حاجه فيهم مثلا ممكن الجزيره طبعا، كان حاجه يعني اصعب حاجه فيهم، كان ماتش صعب يعني. بس وبعد كده رجعنا بقى ولعبنا بقى ايه، انا بعد كده مش فاكر والله لعبنا. طب خلينا اروح ادهم، انت فاكر ادهم المباريات بعد ما خلصنا الاسماعيليه ثلاث مباريات لعبنا ايه؟ بدأنا بالزمالك. كان اول كان فين بقى المكان؟ وبعديها قد ايه يعني؟ بعد ثلاث ماتشات دول بقى قد ايه؟ اسبوع مثلا؟ اسبوع تقريبا. تقريبا اسبوع، ما خدناش راحه كبيره. بعديها لعبنا ضد الزمالك في نادي هليوبلس، كان ماتش برده مش سهل طبعا عشان الزمالك وكده. وبعد كده كان عندنا ماتش بعديه بقى اللي هو ماتش يعتبر ماتش البطوله، اللي هو كان هليوبلس في هليوبلس برده. يعني انتوا لعبتوا الزمالك في حمام سباحه هليوبلس صح؟ مظبوط. ولعبتوا ثاني يوم ولا بعديه بشويه؟ يعني انتوا في الاول لعبتوا ثلاث مباريات ورا بعض مظبوط، وجيتوا لعبتوا الزمالك ريحتوا شويه، ولا لعبتوا ثاني يوم على طول ورا هليوبلس؟ لا الزمالك كان تقريبا ثاني يوم تقريبا. كانت اجازه يوم حاجه زي كده يعني، هو البطوله كانت كلها ورا بعض ورا بعض. طب ماتش هليوبلس انتوا لعبتوه في حمام ساحه هليوبلس؟ مظبوط. طب ليه كده؟ مش المفروض يكون على ارض محايده ولا؟ احنا بصراحه هو ملعب هليوبلس دايما بنحب بنطالب نلعب فيه، بيبقى الاجواء فيه احسن بي يعني انتوا يعني النادي الاهلي ما عندوش اعتراض؟ لا يعني بالعكس احنا اللي بنبقى طالبين نلعب هناك. بالظبط يعني هليوبلس. طب ما دي برضو على فكره حاجه تدل ان انتم ما فيش يعني فيش معاكم جمهور، ما فيش معاكم حاجه. لا خالص، احنا البطولات الناشئين الحمد لله اللي اخذناها الفتره اللي فاتت كان كلها بناخدها في هليوبلس يعني، في ملعب هليوبلس من هليوبلس. طب افرض بقى هليوبلس قال لك لا مش عايز العبك على ملعبي. لا بس يعني هو كابتن وليد كمان هو اللي كان يعني مصر، هو اللي كان عايز يعني. بس طبعا هو عنده خبرات وشايف بالظبط. يعني فوشه حلو علينا بقى يعني الملعب ده. لا هو كده هليوبلس قال لك لا ملعبي ما تلعبيش على ملعبي. طيب كسبنا الماتش هليوبلس ده، كان البطوله. فاكر النتائج كام يعني؟ فاكر ماتش هليوبلس ده تعادلناه 9-9. ده الماتش تمام تمام. وبعد كده رحنا على ايه بقى؟ لعبنا الشمس، كان عندنا الشمس، وبعد كده كان عندنا تقريبا كان عندنا اخر حاجه بقى الجزيره. لعبنا الجزيره تاني بقى. هو يعني عشان كان في بقى فرق نقط وكده، فهو الموضوع كان ايه يعني معقد شويه، بس في الاخر يعني بقت فرق نقط، فرق جوان بقى. جوان يعني كله اتعادل في النقاط. كنا احنا وهليوبلس والجزيره، كنا احنا وهليوبلس بس. فيعني احنا لحد اخر ماتشنا لحد اخر يوم محدش فينا كان عارف بقى مين يعني، محدش من الفرق عارف مين هيكسب غير اخر يوم بقى. احنا اخر يوم كان عندنا مين؟ الشمس ولا كان الجزيره؟ اخر يوم الجزيره. طب ده احنا كان مشكلتنا اصعب. فاحنا بقى يعني اخر ماتش مع فرق اقوى، هم اكيد ماتشهم اخر ماتش مع فرق اقوى. مع الزمالك اظن حاجه زي كده. طب هم كسبوا الجزيره كام؟ هما كانوا كسبوا الجزيره فرق، كانوا كسبوا الجزيره فرق جون. طب ما دي برضه حاجه كويسه. لا اقول لك انه لا كسبوها فرق، مش فرق جون، لا مش فرق جون، كانوا كسبوها فرق 9 باين حاجه زي كده. او فرق 10 حاجه زي كده. ده كان الماتش برضه قبلها بثلاث ايام، قبل يعني اخر. طب انتوا عملتوا مع الجزيره اخر ماتش؟ فاحنا بقى كنا ايه عاملين حسابنا بقى ان احنا ننزل برضه ايه يعني نكسب اكتر، نكسب بالظبط بقى، نحاول بقى ان احنا وحصل يعني. احنا لما شفنا بقى الماتش اللي قابلنا كان الهليوبلس والزمالك برضو كسبوا فرق، فاحنا بقى ايه مش عارفين طب احنا كان نكسب فرق كام، 10 ولا قلنا نعمل اللي علينا ونخلص بالظبط. فاحنا قبل الماتش ما يعني هما كسبوا ماتش الزمالك ده فرق مثلا بتاع 15 12 كتير جدا، فكتير جدا طبعا. واخر ماتش خلاص فطبعا ايه اخر ماتش بقى خلاص ما يعني لو ما كسبناش خلاص هما اللي هيكسبوا. فنزلنا اخر ماتش الصراحه يعني وكلنا كنا واثقين ان احنا هنحط فرق كبير قوي يعني. حطيتوا فرق قد ايه؟ 16 لا 18 18 يا خبر ابيض. فرق 18 بالرغم ان انتوا ماتش الجزيره في التصفيات كان ماتش صعب. كان ماتش يعني خلص برده مش فرق كبير يعني، بين فرق بين حاجه مش 18 يعني كده كده. وهتلاقي اللعيبه ماتت في الماتش ده، لان انت بتتحدى، انت مش عايز تكسب بس، انت عايز تكسب بسكور بالظبط. فاحنا كنا عايزين كل شويه نحط جوان. فالموضوع برده كان ايه، خلي بالك برده المدافعين، انت مدافع. ايوه المدافعين ماتوا في الماتش ده. عايز تاخد وتطلع طبعا في البطوله كلها طبعا. الدفاع طبعا كنت لازم، المسؤوليه طبعا بتبقى متعوده عليا في الدفاع. فطبعا كان في اجهاد كبير في اخر ماتش ده بالذات، كان خلاص بقى اخر ماتش.
وكمان كنا بقى محتاجين نعلي في السكور اكتر، فما كانش في وقت ان حد يريح او اي حاجه. 12 لاعب بتسجل ولا كام في السكور؟ لا 15 13 لاعب وجونين. جونين. طب المدافعين بيبقى عددهم قد ايه؟ على حسب الفرقه طبعا. بس هي بتبقى يعني مش اقل من اثنين طبعا. وبتبقى في العادي في ماتش الاوليمبيكس كنت كام؟ كنت ثلاثه؟ كنت ثلاثه ولا اثنين؟ فاكر اثنين. وطبعا في لعيبه ثانيه بتشارك، ان هي لو حد بيقدر يلعب مدافع طبعا، بس هي بتبقى الاساسي اثنين. اثنين. طيب المدافعين دول انتوا بتتهرسوا؟ انتوا بقى ضرب في المهاجمين ويغطسوكم وتغطسوهم؟ أيوة وزق. انتوا لكم في عونك طبعا. هي بتبقى اجهاد شويه بس طبعا يعني الحمد لله، يعني ربنا كرمنا يعني في واخد على المجهود ده انت. طبعا انا يعني بدات اقف في المركز ده بقى لي مثلا تقريبا داخل على 4 أو 5 سنين، فخلاص الحمد لله يعني اتعودت يعني الحمد لله. طيب انت من وجهه نظرك ماتش هليوبوليس اتعادلنا فيه هو الاصعب، ولا ماتش الجزيره الاخراني اللي كنا عايزين نحط فيه سكور اكتر هو الاصعب؟ لا طبعا الصراحه ماتش هليوبوليس كان اصعب بكتير. كان هو اللي عليه يعني الضغط اكتر بكتير. ماتش الجزيره كنا طبعا مش ماتش سهل، بس احنا كنا في الاخر عارفين ان احنا ان شاء الله هنكسب، بس هي كانت الصعوبه كلها في السكور اللي هنوصل له. يعني ما برضه ده تحدي. ده طبعا تحدي، بس انا كان بالنسبه لي ماتش هليوبوليس كان يعني اصعب. انت شايف نفس الكلام؟ لا ماتش يعني هليوبوليس طبعا اصعب يعني بالنسبه لنا احنا في المرحله دي يعني. لا اصعب. طب الماتش كان ماشي ازاي؟ ايكوال هنا ولا كان هم فريقين؟ لا الماتش كان لا كان ماشي ايكوال يعني. ما حدش كان عارف مين هيكسب لحد اخر كام دقيقه، دقيقتين بين حاجه زي كده. فالماتش لا صراحه كان ماشي ايكوال وكان سخن جدا يعني. بس برضو ماتش الجزيره وماتش الشمس يعني هم الثلاثه دول الصراحه كانوا ايه يعتبر هم اللي جميل المنافسه يعني. كانت لاخر صفاره يعني. يعني المكسب حلو ليه؟ لانه انت مش كسبت هليوبوليس فخدت بالظبط. يعني احنا لو كنا كسبنا هليوبوليس الموضوع كان هيبقى باين بقى خلاص. اللي هو احنا لا بس يعني ما تخسرش. يعني تكسب ان شاء الله فرق جون بس ما تخسرش من اي فرقه ثانيه. الحمد لله يعني جت كده يعني اتعادلنا، فكان عندنا بقى سكه ثانيه بقى اللي هو احنا ايه نكسب بقى كل الماتشات اللي جايه بقى ايه بسكور بقى مالناش دعوه بقى باي حد بقى ثاني بقى هيكسب فرق كام. فعشان كده نزلنا بقى يعني ماتش الشمس على طول بقى من تاني مره على طول بقى تاني ماتش. ماتش الشمس برده كسبناه فرق كبير قوي يعني مش فاكر. لا فرق باين كان 6 باين او 5. هو الوتر فول لما بيبقى فرق 5-6 ده بيبقى كتير. ما بالك بقى انتوا ما شاء الله الجزيره يعني فرق فاحنا بقى يعني كويس. لا الجزيره فريق محترم جدا طبعا يعني. في ناس كويسه والكابتن بتاعهم طبعا يعني. فاحنا طبعا كنا نازلين بس خلاص بقى يعني عايزين نكسب. ما فيش غير الماتش ده، فاحنا مش هنضيع كل التعب اللي فات ده. صحيح. بس فقلنا خلاص هنكسب فرق 30 جول يعني زي ما تيجي بقى. بس لان خلاص انت عديت. ما هو ده صح. انت خلاص عديت فخلاص هو ده التحدي. يعني هو ناقص خلاص الماتش ده بالظبط عشان احنا كنا. طب انت فاكر الفرق في الاهداف كان يصالحنا بقد ايه ولا مش فاكر؟ هو احنا كنا تقريبا المفروض نكسب فرق 11، احنا كنا كسبنا فرق 18 يعني مريح كمان. يعني احنا قبل الماتش بتاعنا يبدا كنا احنا معديين اليوبلس بسبعة اجوان حاجه زي كده. كويس حلو. ده قبل الماتش بتاعنا ما يبدا، فهم خلصوا ماتشهم الاول فهم عدونا اللي هو ماتش الزمالك. فبقى الفرق قليل. فهم بقى هم عدونا بقى، فاحنا ايه يعني كده لازم بقى نعديهم بقى فرق كمان. بس اقول لك الحاجه ادهم، اقول لك يا محمد الحاجه، القرعه خدمتكم ان انتوا لعبتوا هليوبلس بدري. عارف لو كنا تعادلنا، لو كنا رايحين على هليوبوليس الماتش الاخراني كان هيبقى عصبي اكتر من اللي احنا لعبناه. طبعا بالظبط. فهو يعني لو كان الماتش فاينل يعني احنا القرعه خدمتنا. احنا بنقول يعني لينا واللي علينا في القرعه. الحمد لله خدمتنا وكل مجتهد نصيب. يعني الموضوع ما جاش كده بالظبط. يعني هم تعبوا جدا الصراحه. خلي بالك انت رايح بتلعبهم كمان في ملعبهم. يعني انت طب بس برضو الموضوع ده انا برضو مستغرب شويه، عايز اقف عليه شويه. يعني انا رايح بطلب هليوبوليس العبها في ملعبها. طيب هو انت بتقول الاجواء بتبقى احسن والدنيا بتبقى يعني. طب هو ليش معنا ملعب هليوبوليس؟ طب ليه ما قلتوش ملعب الجزيره مثلا؟ عشان يبقى في ملعبهم اكتر يعني. هو عشان في الاخر نبقى طبعا هو كل ده بيعود لكابتن وليد عزت. طبعا اختيار طبعا مش ليكم. بس انا بسال يعني. بس هو يعني من اللي احنا بنفهمه ان هو عشان في الاخر نبقى بناخد البطوله ان شاء الله يعني على ارضهم احسن. ده تحدي صعب قوي. يعني عشان احنا عملنا كده 3 سنين قبل كده في. بس كابتن وليد كابتن وليد الصراحه قلبه جامد قوي. طب انا هبص هلاعبكم عندكم. لا ما تجيش عندنا. لا نلعب عندك. واحنا عملنا كده في 2004 باين و1 و2 يعني. احنا كسبنا هو في العادي في الماتشات دي بتبقى المفروض في ارض محايده بتبقى عاده الجزيره. بس هو بقى احنا بنطلب نلعب عندهم يعني. طب هتكلم عن ان انتوا خلاص خلصنا البطوله كسبنا اتبسطنا فرحنا. طيب احنا دلوقتي مع الدرجه الاولى بنتمرن ولا مع فرقنا برضو؟ لا دلوقتي احنا خلاص يعني مع الدرجه الاولى بقى اللي هو 2001 بقى او 2002 فيما فوق اللي هو بقى 2001 و2 موجودين عادي مع و2000 دول مع الدرجه الاولى خلاص بدانا ايه نخش معاهم. وفي بقى البطوله بقى 2003
2003 دي جايه دي بقى جايه خلاص دي يوم 5/1 انت مش هتلعبها ادهم لا انت ولا محمد انتوا محمد 2001 وادهم 2002 مظبوط في 2003 اللي اظهر منكم بقى هيلعبوها طيب اللي بيتمرن مع الدرجه الاولى بيتمرن مع الدرجه الاولى طب اللي مش مع الدرجه الاولى بيتمرن مع فرقته صح بالظبط كده مع فرقته. يعني هو اللي مش مع الدرجه الاولى بقى بينزل بقى مع 2003 بقى اللي هو بقيت بقى اصلا ايه بقيت بقى الفريق اللي هو بتاع 2000 بقى اللي احنا كسبنا بيه يعني طيب اللي جاي ايه بقى للدرجه الاولى المفروض الدوري صح ولا انا غلطان احنا كسبنا الكاس الدوري في شهر 2 ان شاء الله حط الجدول بتاعه ولا لسه لا لسه طبعا بس اللي نعرفه ان هو ان شاء الله هيبقى في شهر 2 يعني لسه لغايه دلوقتي ما تحطش لا لسه الجدول مش بيتحط دلوقتي بيتحط قبل الدوري بحاجه بسيطه كده تقريبا شهر او حاجه عشان الفرق تبقى عارفه هتعمل ايه بس يبقوا قايلين ان هو هيبقى تقريبا في شهر 2 او نص شهر 2 طب شايف حظوظنا ايه يعني ان شاء الله لا صراحه باللي احنا عملناه كمان في الكاس كنا قدمنا اداء حلو قوي قدام الفرق كلها في السيمي فاينل بالذات والفاينل عملنا سكور جامد قوي على الجزيره وهليوبلس فلا الصراحه يعني متفائلين ان شاء الله جدا يعني كنت نفس الكلام يا محمد يعني ان شاء الله احنا كسبنا الحمد لله اول حاجه كانت الكاس مع عمومي ف وبعد كده كسبنا 2000 ولسه 2003 ان شاء الله يعني هم اقرب ان هم يكسبوها يعني وممكن 2004 مش عارف تتلعب قبل الدوري ولا بعديه فيعني دي كلها يعني مؤشرات كويسه جدا يعني إن شاء الله. بس ان شاء الله يعني السنه دي محمد انا بشكرك شكرا جزيلا بامانه وسعيد جدا جدا بمكسبكم ده تستحقوا يعني جدا. مجهود مبذول ودعم كبير جدا محمد حامد طبعا كابتن الفريق واحد نجوم الفريق بشكرك نورتنا شكرا الف شكرا ادهم صقر نجم الفريق ومدافع الصلب والصخره القويه للنادي الاهلي بشكرك نورتنا وشرفتنا شكرا بالنور حضرتك اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حلقتنا مع شباب الوتر بولو والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم في البدايه الشغل او المكسب ما بيجيش من شغل فني فقط وشغل بدني فقط ولكن النهارده الاعداد النفسي والعقلي يعني لا يقل اهميه بل بالعكس في اوقات كثيره جدا بيفوق الاعداد البدني فالنهارده بنرحب بالكابتن احمد الحفناوي اخصائي الاعداد النفسي والعقلي للفريق اهلا بك يا كابتن احمد منورنا والف مليون مبروك شكرا جزيلا بنرحب بلاعب الفريق ونجمه عمر غنيم مواليد 2002 اهلا بيك يا عمر اهلا ومبروك والف مليون مبروك الله يبارك في حضرتك ربنا يخليك كابتن احمد يمكن اجي لحضرتك في البدايه يمكن الاعداد النفسي دلوقتي بقى صداع في راس اي جهاز فني ليه لانه في اوقات تلاقي لعيبه في مستوى عالي جدا انما بسبب العقلي والنفسي بيحصل له ضرب اشتغلت ازاي مع الفرقه دي خاصه ان انت عندك مشكله ان اللعيبه مش كلهم عمر سن واحد ده حقيقي عندك 2005 و4 و3 و2 اشتغلت على الفرقه دي ازاي بحيث توصلهم نفسيا فت للمباراه هو بسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا احنا اشتغلنا مع الفرق بالتناسق مع كابتن وائل عزت والتناسق كمان مع كابتن وليد عزت وكل الناس القائمين في الجهاز في الحته الفنيه التناسق ده تم برضو خدناه لدرجات تحت ان احنا نسمع كل الكوتشز اللي بيمرنوا كل مرحله سنيه هم شايفين من وجهه نظرهم ايه هي المشاكل ايه هي التحديات وصد ان احنا كمان بنقعد مع اللعيبه احنا دايما بيبقى عندنا تو دايمنشنز اللي هو بيسموهم بعدين بعد ليه علاقه بالفريق والبعد الثاني ليه علاقه باللعيب لوحده فردي بقى لان الشغل الفردي احيانا ممكن يبقى عندك لعيب كويس جدا ولكن هو عنده تحديات ما بيعرفش يدير بيها قوي منظومه المشاعر او منظومه الافكار او ما يعرفش يدير بيها المواقف اللي ما بيبقاش عامل حسابه عليها انا اتعامل فيها ازاي صحيح ده نمرة واحد واولها الحته ليها علاقه بالحته دي هو كرة المايه لعبة تنافسية قوي وبالتالي اللاعب بيبقى عاوز يفوز بأي طريقة نعم البالانس او التوازن النفسي جوه المايه مهم يعني لو انت نازل جوه المايه وحضرتك عندك سنة خوف او قلق ده يأثر على البرفورمانس 100% ولو حضرتك نازل جوه المايه وعندك حماس زايد عن اللزوم برضه يأثر على الأداء العكس صحيح والعكس صحيح هيأثر صحيح. على الأداء اللي هديك مثل بسيط انا النهارده لو داخل اشوط بلن بس انا متحمس جدا جدا ان انا افرتك الجون الكرة على فكرة ممكن تطلع اوت صحيح لان في باور زياده انت لازم دايما اللعيبه محتاجه تبقى فاهمه انه البالانس اهم حاجه ولو حضرتك زي كل المصريين كانوا متابعين كاس العالم هتلاقي حضرتك ان المباريات كاس العالم لما كان بتبقى الكومبيتيشن عاليه قوي هتلاقي دايما الكاميرا كانت بتيجي على الكباتن تلاقي الكابتن دايما بيعمل الحركه دي ايه ده ليه عشان يرجع للبالانس تاني لان البالانس ده مهم انه يخلي اللعيب يطلع احسن بيرفورمانس عنده في ظل الضغوط اللي موجوده. الله تمام وخلي بال حضرتك ده برضو موضوع في منتهى الصعوبه على اللاعب لو ما لقاش مساعده من حضرتك يعمل ده ازاي؟ ما كل اللعيبه المدربين خليك استهدى
بس هنفذه ازاي؟ صح صح. عشان كده في تمرينات كتير قوي زي التصور الذهني بتأهل اللعيب قبل ما بينزل ان هو يبقى عنده تصور ذهني لدوره جوه المايه يعمل ايه، وبنحط لها سيناريوهات كتير اللي هم عينه يسرح ويعيش في المباراه وهو لسه ما لعبهاش. هو لسه ما لعبهاش. التصور الذهني مهم جدا لانه بيخلي اللعيب بالظبط عامل زي الطالب اللي نازل مراجع المنهج جوه دماغه. فالسيتويشن لما بيحصل رد الفعل موجود لانه اوريدي خزنه تمام، موجود عنده تمام. الحاجه الثانيه المهمه البريذنج تكنيكس، اللعيبه بتتعلم ازاي تقدر تعمل بريذنج تكنيكس لما الدنيا تشد معاهم، ازاي التكنيك بتاع البريذنج اللي هو التنفس بتاعه يقدر يظبط يظبط التنفس، يظبط مع ايقاع القلب، القلب تظبط الدوره الدمويه، المخ بالظبط ياخد نفسه، تبتدي يهدى، يبتدي يفكر تاني كويس، يرجع يريفولف او باعاده صياغه دوره جوه الميه بهدوء من غير ما يكون في تدخل لاي نوع من انواع النيجاتيف ايموشنز او المشاعر السلبيه اللي بتبقى مسيطره عليه. عايز اقول لك كابتن كلامك معايا ريحني والله العظيم، انا يعني مذيع، كلامك معايا اداني يعني لو لعيب احس ان الدنيا هديت وحاسس ان انا كنترول دماغي كويس. لا ما شاء الله ده عالم كبير كبير. طب اجي لك عمر، يمكن انت يعني مواليد 2002 والبطوله كانت صعبه من وجهه نظرك انت. اصعب مباراه كانت ايه من وجهه نظرك؟ اصعب مباراه كان ماتش اليوبلس طبعا اللي تعادلنا فيه، عشان هو كان الفوكس كله عليه من الاول، ان احنا عارفين ان ده الكومبيتيتور بتاعنا في الاساس. بس وكان الموضوع بالنسبه لنا ان احنا نازلين الماتش ما فيش اوبشن ان احنا نخسر ده ولا حتى نتعادل. طب التعليمات اللي اداها لك كابتن وليد قبل المباراه والجهاز بالكامل طبعا مش ليك انت للفرقه، كانوا اكيد قروا هليوبلس وشافوها اكيد، كانت التعليمات ايه؟ يعني ايه التعليمات الفنيه اللي انتوا شفتوها او اللي اتقالت لكم قبل المباراه؟ ان احنا يعني كان المين بتاع التعليمات كلها ان احنا لازم نفضل جوه فريم اللعب، ما نخرجش براه، عشان اي حاجه هتحصل هتسبب خلل ده هيؤدي ان احنا ممكن تحصل حاجه منهم احنا مش متوقعينها او مش حاطينها في فريم الخطه. طيب ده بالنسبه للناحيه النفسيه شويه او الذهنيه. طب الفنيه، هل نلعب عليهم اسرع؟ هل الطلب منكم لا ندافع على ده اسرع يعني فنيا بقى؟ كلمني فنيا. كان المفروض ان احنا نلعب على الفيزيكال بتاعنا عشان ده حاجه احنا متميزين فيها، احنا اقوى بالظبط. ان احنا يعني الفتره اللي فاتت اللي اتمرناها كلها كنا مركزين جدا على العوم وعلى الجيم سرعات، فالفيزيكال بتاعنا كان المفروض اعلى، يعني اعلى فرقه في فيزيكال، وده اللي احنا الحمد لله كسبنا بيه وتعاملنا على اساسه مع كل الفرق الفيزيكال. برافو كويس. انتوا عارفين قوه نقطه قوتكم ايه طبعا، والجهاز الفني عارف هو رايح بيكم في ايه او فين، فانتوا لعبتوا على الفيزيكال، البادي كونتاكت، الجري، العوم بسرعه على الاجوان. طيب يعني على المستوى الشخصي كنت شايف انه قبل ما نخش البطوله، سيبك من ان احنا النادي الاهلي ودايما بندور على المكسب، كنت شايف البطوله سهله كنت شايف صعبه جدا؟ الصراحه كنت شايف ان هي سهله، عشان ده بيبقى ناتج عن الافرت اللي احنا بذلناه قبلها. يعني احنا كنا بذلين افرت كبير قوي قبل البطوله يخلينا اللي هو احنا اوريدي احنا جاهزين فيزيكال وتكتيكال وكل حاجه. يعني لو احنا اكيد هننزل قدام اي فرقه هنبقى اعلى منهم في الحاجات اللي هي سبب المكسب. بس برضو انا عاجبني كلامك جدا يعني، وعايز حضرتك تشاركنا في الحديث معلش. طبعا. هو مؤمن بمجهوده، مؤمن باللي عمله. يعني هو شوف قال لك ايه، قال لك احنا مش احسن لعيبه في مصر، هو قال لك احنا داخلين واحنا عارفين ان احنا اللي باذلين مجهود اكتر، فاحنا اللي ان شاء الله هنكسب. ده صح من ناحيه نفسيه؟ صح في الناحيه النفسيه في حته عشان بس في حته في الناحيه النفسيه بيسموها الاكسبكتيشنز، اللي هو انت داخل بتوقعات معينه ممتاز جوه الماتش. احنا دايما بنقول للعيبه ودايما بنتكلم مع الكوتشز وبنتكلم مع التيم ان التوقعات تدار ان حضرتك لازم تحولها لاهداف، والاهداف تدار انك لازم تحط لها خطوات وادوات معينه. الله. والادوات المعينه والخطوات دي لازم اللاعب يبقى عنده 100% كوميتمنت، لازم يبقى اللاعب ملتزم بيها التزام تام. عشان كده احنا دايما بنقول للعيبه حضرتك لازم تتراست الخطوات، يو دونت تراست النتيجه. انت ما ينفعش تتراست النتيجه، انت يو نيد تو تراست، ركز في اللي بتعمله، ركز في اللي بتعمله. الله عليك. فهو اللي بيقوله غنيم صح، في حته مهمه جدا ليها علاقه بالكونفيدنس دي تخبط قوي في اللي بيقوله عمر غنيم، انه الانترنال كونفيدنس بتاعك بيجي ازاي؟ ان حضرتك بتحس انك بتبذل مجهود قوي جدا 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 في التدريب، فبتنزل عندك نوع البيليف سيستم بتاعك بيشتغل، الثقه بالنفس، وان انا اي بليف ان انا قوي واقدر اجيب البطوله، انا متمرن انا متمرن مذاكر مذاكر، لان طبيعه التمرينه
ما بتبقاش سهله، انت بتعلي البار على اللعيبه، بتخلي البريشر في التدريب قوي. احيانا بنخلي البريشر في التدريب يبقى اعلى من البريشر المتوقع جوه الكومبيتيشن، فلما ينزل الكومبيتيشن مطلوب. صح. وفي نفس الوقت الثقه بالنفس دي ما تتهزش، لان انت ممكن تنزل، على فكره كره الميه لعبه تنافسيه، تعتبر اللعبه اصعب لعبه في العالم، تتحط رقم 3 عنيفه رقم 3 في العالم. لما حضرتك بتنزل جوه الميه الاحتكاك البدني بيعلي الاجريشن. صح. الاجريشن اللي هو العنف. اللي جاي من اجريسيف، لعبه عنيفه. صح. عشان كده احنا عندنا حته مهمه جدا لما بنتكلم مع اللعيبه، اللعيب محتاج يحترم نفسه، يحترم الكوتش، يحترم الاوبوننت المنافس، يحترم الفانز، يحترم الناس اللي بتشجعه، يحترم زميله، يحترم الحكم، يحترم النتيجه. لما يبقى نازل عنده الليفل ده من الاحترام جوه دماغه بتسهل له الدنيا. عشان كده انت في فرق بتعرف تعمل ريمونتادا، بتعرف تعمل كامباك. الكامباك ده بيجي منين؟ ان انا ستيبل وشايف العناصر كلها ستيبل وكالم، وعندي ثقه في البرفورمانس والخطه اللي عندنا. لو انا فقدت ثقتي ان النتيجه بقت عليا، انا رحت عشان انا خسرت نفسي في الاول جول ماي. الجميل انه كله عامل لينك مع بعض، يعني التمرين اداله ثقه، بس احنا عايزين نوجه الثقه دي في حته بالظبط معينه، بحيث ان ما تبقاش يعني اوفر كونفيدنس، وما تلطش معايا ان انا بركز عايز النتيجه، لا ده انا ركز في الاداء. الدنيا بتكمل بعض، وده الكلام اللي انا قلته لحضراتكم يمكن يعني قبل اللقاء، انه الناحيه النفسيه اصبحت جزء لا يتجزا من شغل اي مدير فني. بس استاذنكم نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل، لسه عندنا كلام كتير مع نجوم المنورين في الاستوديو، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن عمر غنيم لاعب الوتر بولو الشباب في النادي الاهلي. اجيلك، الناس فاكره الرياضي مرفه، فاكره الرياضي الراجل بيروح تمرينه ومتدلع والدنيا. طب خلينا ناخد مثلا معاك، انت يومك بيمشي ازاي في اليوم اللي بيبقى عندك فيه تمرين؟ انا يومي بيبتدي من 6 الصبح. بتصحى 6 الصبح؟ طبعا بصحى قبل كده كمان ساعات عشان بيبقى عندي تمرين الصبح. بيبقى معتمد على الفيزيكال بس، التمرين ده اللي هو بيبقى عوم فيتنس، ده بيبقى الصبح يعني مثلا ممكن يبقى تمرين 6:30 7:00. 6:30 7:00 عادي جدا، نازل الميه وقاله واحنا في الشتاء، لحاف في الشتاء عادي، قاله انت ونازل واحنا بنتغطى، ولو بالزبط. بس ايديك كشفت اتلج، احنا بقى بنبقى عادي بالمايوه والجو تلج عادي جدا في الميه. بالظبط. ماشي، بتصحى 6 مره 7 7 ل 8 تمام، 7 ل 8 تروح جامعتك؟ اروح جامعتي. الله. بخلص جامعه بقى يعني على الساعه 4 5. انت بتدرس، مش هنقول اسم الجامعه، بتدرس ماده ايه؟ لوجيستكس. صعبه؟ ماشي. طيب بتقعد في الجامعه دي ما بتقعد؟ يعني في الاغلب بيبقى بخلص الساعه 4 5 اراوند الوقت ده، يعني ما بيبقاش قبل كده. ما بيبقاش قبل كده. عندك تمرين بعد الظهر؟ بالظبط، بيبقى الساعه 8، فيا دوب اللي هو لازم اروح اتغدى وبعدين اغير وانزل تاني اروح التمرين. الساعه 8 بيبقى من 8 ل 9 جيم او فيتنس. بخلص بنزل ميه، التمرين بيخلص على الساعه 12، برجع اتعشى وانام. انت يا دوبك تنام لك 4 5 ساعات. بالظبط، واعيد السايكل تاني. مفيش صحاب، مفيش خروج، مفيش الكلام. بنسبه كبيره بيبقى هو اليوم او اليومين اللي بناخدهم اوف هم اللي ممكن عايز اذاكر ولا اخرج ولا بالظبط نفسك ما خرجتش. فاللي هو ممكن ابقى نص اليوم ذاكرت ونص اليوم خرجت، في اوقات ما بخرجش خالص عشان بيبقى عندي امتحانات فلازم اخلص حاجتي في كل طب في عمر اليوم ده. انت سعيد بحياتك كده؟ انا الصراحه سعيد جدا، عشان انا الفتره الاسبوع اللي انا بفضل مطحون فيه تمرين ده، انا بالنسبه لي بيبقى ده خروجتي، ما ببقاش متضايق يعني. فرحان وحاجة بالله. طب حاجة. طب انت على المستوى الشخصي يا عمر، طموحاتك ايه؟ نفسك ايه؟ نفسك تحقق ايه؟ يعني احنا عشنا يومك، يوم صعب، يوم بتضحي، مش يوم، دي حياه كامله، لان ده سايكل بتتكرر. وحتى في الاجازه في الوقت الناس بتخرج فيه انت نفس السايكل دي. طيب طموحاتك انت بتعمل مجهود ده ونفسك تحقق ايه؟ اكيد نفسي احترف بره، يعني ابقى بلعب بره، اكيد ده حلم اي حد يعني. عايز ويندو تخرج؟ طبعا. مركزك يا عمر؟ سنتر. سنتر. سنتر ده مطلوب يعني. يعني سنتر ده مركز، انا كنت بحب الوتر بولو جدا جدا، وكنت بحضر لها ماتشات وبحب اتفرج عليها، لانها انا بحب اللعبه العنيفه، ما بحبش الالعاب السوفت يعني. او سنتر ده عنف بس. عنف بس، ملوش غير في الضرب وضهرك، بتلعب ضهرك وبوشك وبتلعب بكل حاجه. طيب شايف ده اتحققه ازاي؟ هل ممكن من خلال جامعه، ولا من خلال تالق مع النادي، ولا خلال يعني برضو زي ما قال الدكتور، قال لك بيبقى ليك التارجت، هدف اكسبكتيشن، توقع ليه طريق تمشي فيه ازاي؟
لا هو اكيد اسهل طريق لي يبقى مع النادي، ان انا المفروض لما اثبت نفسي وده يخلينا نقدر نطلع بطولات بره، بطولات وديه بره او بطولات رسميه. وطبعا مستواي في النادي ممكن يخليني انا متاخد في المنتخب، فده يخلينا لما نسافر سفرات المنتخب يعني سنك الصغير ده متاخد ما شاء الله 20 سنه ما شاء الله، بس يخلي الفرق الثانيه بره مصر تشوف اللعيبه اللي في المنتخب عموما. فطبعا ادائهم هو اللي بيأدي اللي هو انا ممكن احترف بره بده. دعم اسرتك، والدك والدتك، انا ليه دايما بقول الكلام ده؟ عشان نبقى عارفين انه اللاعب طالع من خليه هي الاسره. دعم والدك والدتك ليك شايفه ازاي؟ شايف ده كان ليه دور كبير في حياتك؟ اكيد طبعا كان ليه دور كبير، يعني هما كانوا على طول واقفين في ظهري من ستارتنج خالص، من اول ما بدات على طول بيسبورت مي في التمرين، على فضلوا ورايا لحد ما خلاص بقيت انا اللي معتمد على نفسي ان انا لازم خلاص اكين اون التمرين ده على طول وعلى طول اروح، بس الستارتنج لازم هتبقى عليهم طبعا. طب انت ليك اخوات اكبر منك كانوا بيلعبوا؟ لا اصغر مني. يعني انت يعني اول فرحتهم زي ما بيقولوا في الرياضه. بالظبط. طيب سؤال هساله يمكن طالما دخلنا في الاسره، ليه الوتر بولو؟ يعني هل كنت بتلعب سباحه وبعد كده رحت ووتر بولو؟ انا لعبت سباحه بالظبط 3 4 ايام بالعدد مش اكتر من كده. بالظبط. بس ده العكس غريبه، انت المفروض بتقعد كتير. المفروض هو المفروض ان انا اقعد كتير في السباحه وبعدين اطلع ووتر بولو، بس انا لعبت سباحه 3 4 ايام. الكابتن قال لا ده الاتيتيود بتاعه مش انه يبقى ملتزم على سيستم وسباحه وكده، لا ده واحد اجريسيف ونفسات. بالظبط، فلازم يلعب ووتر بولو. فاكر مين المدرب اللي قال كده؟ كان اسمه كابتن نجيب الله يرحمه، ده كان في نادي الزهور قبل ما اجي الاهلي اصلا. كمان يعني بص انت فاكر رؤيه مدرب؟ طبعا بتودي لعيب في حته ثانيه. طبعا يعني انت شوف حطيت في حته ثانيه وابدعت فيها، ابدعت انت في منتخب مصر. ممكن لو كنت في السباحه ما كنتش هتبدع كده، كنت أيوة ممكن طبعًا. تشتغل يعني تلعب شويه وتبطل. سبحان الله. يعني برضو اجي لك بقى دكتور، يعني اخد بقى من عمر اجي لك، الاب والام ليهم دور مهم جدا. الاب والام ممكن يعملوا من بطل زي عمر وزي محمد حامد وزي ادهم صقر كانوا معانا النهارده، وممكن الاب والام بدون ما يشعروا يبقوا حاجه سلبيه. اشرح لي دور الاب والام ايه يا دكتور؟ هو الوعي في الحته دي مهمه جدا للاب والام، لانه انا متفاهم، وعلى فكره انا اب، انا عندي بنتين وولد والثلاثه بيلعبوا رياضه، فانا بتكلم من خلفيه فاهم اللي بيحصل. الاب والام اي رد فعل بيعملوه او اي سلوك بيعملوه بيبقى دايما الهدف منه ان هم يخلي ابنه احسن. مفيش شك طبعا. بس احيانا كتير صراحه الابهات والامهات مش فاهمه انه لو لعب دور غير الدور بتاعه ممكن يجيب نتيجه عكسيه. مثلا الاب اللي بيلعب دور المدرب، الاب اللي بيلعب دور الاوبزرفر اللي هو بيقيم الولد، انت ايه اللي خلاك تعمل كده، حد يضيع كره زي دي، حد يبصم يلومه دايما، يفضل يلومه يحطه في البليم اند كريتيك سايكل اللي هو انت في حاجه غلط بتحصل بسببك، انت بتنزل ملعب ما بتعملش، انت بتعمل او مثلا لما يخسر البطوله والولد ما يكونش مثلا فاز او ما كانش بيساهم في اللعب بطريقه كويسه، تلاقي الاب خد بعضه ومشي ويسيب الابن نص الماتش او سايبه مش موجود، فيجي الولد يبص ما لاقيش باباه ومامته موجودين، او اب ممكن يوصل ان الولد لما انا على فكره بكلمك امثله تحصل انا بشوفها يا دكتور بتحصل، او تلاقي اب وام مثلا خد ابنه في اوضه على جنب ضربه وسط الناس او شتمه، انت بتلعب كده ليه؟ امال انا بصرف كل ده عشان ايه؟ امال انت بتعمل ايه؟ هو الاب بيعمل كل الكلام دافع عايزه احسن، بيدافع ان هو يشد عليه عشان يبقى كويس. الصراحه ده بيعمل العكس تماما، لسبب احنا ربنا سبحانه وتعالى كأبهات وأمهات خلقنا عشان نبقى الدعم الغير مشروط لولادنا. الدعم ده دعم نفسي ودعم مادي ودعم له علاقة بالمجهود بالوقت اللي انت بتروح وبتيجي معاه لوجيستكس كلها. الدعم ده مطلوب في كل الأوقات، في أوقات المكسب مطلوب دعم، في أوقات الخسارة مطلوب دعم، في أوقات البرفورمانس بتاعه والأداء بتاعه تحت مطلوب دعم. ممكن بدل ما تقعد تعنف ممكن تتكلم تقول له تفتكر انا ممكن اساعد ازاي؟ تفتكر محتاجين الفتره اللي جايه نشتغل على ايه؟ تحب اكلم الكابتن بتاعك؟ هو ينشئ نوع من انواع التواصل ما بينه وبين الكوتش، اللي ناقص ابني عشان انا اشتغل عليه او اساعد حضرتك انك تشتغل عليه. لو الاب لعب دور الداعم قصاد ابنه ده بيعلي حاجتين، السيلف وورث اللي هو الولد حاسس بقيمته عند بابا ومامته انه حبهم ليه غير مشروط، ده نمره واحد. نمره اتنين بيعلي السيلف كونفدنس عند الولد ان هو بيحس انه عادي انه يغلط
وعادي انه ما يأديش، نشتغل على الحاجات اللي ناقصه، اشتغل على الحاجات اللي ناقصاني وما فيش مشكله ايه اللي هيحصل. اذا افهم من كلامك يا دكتور ان الاب والام، كل اب وام ليهم حد رياضي في الاسره، لازم يكون دعم غير مشروط. طبعا دعم في الوقت اللي هو كان فيه وحش قبل ما الدعم اللي هو فيه كويس، مش بالزعيق، مش انت ولا بالتعنيف، ولا بالتعنيف ولا باي حاجه، دايما بتتكلم وتفتح مع حوار تتكلم معاه، انما مش ان انت توجهه تقول له ايه اللي انت عملته او تعنفه او يعني تتجاوز عليه بشكل بتشد عليه قدام زمايله، كل ده بيجيب نتيجه عكسيه. عكسيه خالص تماما تماما. انا بيجي لي ناس كتير جدا لما باجي اساله اقول له انت ما بتعرفش تشتغل ليه تحت الميه، اقول له انا بخاف ان انا ما اعرفش ادي فيبقى عندي مشكله مع بابايا او عندي مشكله. طب هل لو طفل او لاعب بيحب ابوه وامه بزياده، بيحب والده ووالدته بزياده جدا، فهو ما عايز يلعب كويس عشان هما ما يزعلوش، ده بريشر عليه. ما هو خلي بالك مش ممكن ما يزعلوش بس هو بيحبهم، طب ازاي يتخلصوا من دي؟ احيانا هقول لحضرتك حاجه هي انا شفتها بالخبره، مفيش كتاب بيقولها بس هي بانت بالخبره. احيانا لما بتكون حضرتك داعم لابنك وكويس معاه، بيتخلق عند الولد نوع من انا محتاج احسسك قد ايه اللي انت بتعمله معايا ده ايوه بيجيب نتيجه، فعايز ده بريشر، فده بريشر بس. مين بقى اللي بيحط البريشر ده؟ الولد. الولد مش الاب والام. طب نريليز ده ازاي؟ لازم الاب والام يقعدوا يتكلموا معايا ان انا بدعمك مش عشان. طب انا سمعت حاجه في الموضوع ده، سمعت ان ساعات بيقولوا خلي الاب والام ما يحضروش في السيتويشن ده، الاب والام ما يجوش. في سيتويشنز انا بنصح بيها الاب والام ان هم ما يحضروش، لو ان حضورهم او عدم حضورهم بيشيل او بيضيف بريشر او نعم. بيحط ضغط زياده على الولد، ودي بتبقى محتاجه نوع من انواع الصراحه المطلقه ما بين الاب والام والولد. دكتور بجد انت كلامك ممتع جدا، للاسف الوقت مر سريعا، ان شاء الله نفضي جزء كبير من الحلقه ونقعد نستفاد من علم حضرتك. بشكرك كابتن احمد الحفناوي طبعا اخصائي اعداد نفسي وعقلي لفريق طبعا ووتر بولو، بشكرك نورتني وشرفتني. شكرا لي زوار. شكرا عمر، بشكرك شكرا جزيلا. عمر جليل نجم الفريق وسنتر منتخب مصر ان شاء الله القادم، نورتني وشرفتني وان شاء الله تلعب وتحترف بره باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دول كانوا ابطالنا النهارده، زي ما قلت لحضراتكم دايما عندنا النادي الاهلي مليء بالكنوز زي ما حضراتكم شفتوا النهارده. الحلقه الحقيقه كانت ممتعه جدا ليا على المستوى الشخصي، بشكركم شكرا جزيلا والى حلقه اخرى مع بعض.